أهل بنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعر فتلك تدعو حسينا فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجداه وأبتا وتلك تصرخ ويتماه في الصغر فلو تروا أم كلثوم مناشدة والها وتلثم ترب الطاف كالعطر يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تدفن الراس إلا عند مرقده فإنه روضة الفردوس والزهر لا تغسل الدم عن أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبر لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبت والله لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبت كي لا يفور دم يطمو على البشر رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بلل أحشاه بالقطر لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر لا تدفن عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري يا راجعين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك المرتع الخضر خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر والله جينا جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قالوا يسرينها يسراها ولا لها واحد فزع وشال حاد ضعونها بليل قطاع جينا ننشد وين ابو فاضل وقايع ما تدلون الشريعه وينها جينا ننشد كربلا عليها نعتب
نقول هذا رجال والدور الغلب حرمة زينب بيش مأخوذة بذنب فوق جت الحسين ومسلبينها أردنش ديش جاوبيني بالصحيح وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين بيا كتر طايح جريح أنا مشي واعثر بالمطاعين مطاعين يا هو منكم حسين لما سمعها زاد لونين أنا حسين يا زينب أنا حسين ولا حتطفوف الغاضرية والحزن زاد يا مقبر أخوي حسين وصلني يا سجاد لاحت بعيني كربلة وتفتت حشاي بعيني اتصور يا خلق تعفير والياي شني أعاين جثة الطايح على الماي لقصد كفيلي واشتكي فعلة ابن زياد وخرت من الناقة وفرت ما لشعور اتناد اخبروني وين اخوي حسين مقبور وشاف الضريحة وعولت والدمع منثور خرت على قبره وصرخت ولا طمزة ودارا حريم حسين وياها وليتام لجيوبهن شقان وزينب تلطم الهام تنادي يا اخويا جيت بيتامك من الشام ذابت بها السفرة مهاج وانت احلى تجسام والله تقعد احكي لك عن هضمنا يا ضي العين وانظر الحال وحال سكنة والنساوين دشوا ابن الكوفة وفزعوا الناس صابين يتفرجون على اليتامى وكلهم أوغال بعد أبو علي والشايم ما قدر يا أبو اليم على التفاصيل عيدت واحنا نطوف بيها على مهازي وبالحبل قادونا وعلي برجله إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال إمامنا وسيدنا ومقتدانا الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن خمس
صلاة 51 وزيارة 40 واتخذتم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب وفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ها هي جموع الزائرين، الجموع المليونية تحط بأرض كربلاء، أرض الشهادة، أرض الصمود، أرض الإباء، أرض الوفاء، أرض التضحية، أرض الفداء، التي استطاع الحسين من خلال هذه الأرض أن يكسب الملايين، لأن الحسين ذاب في الله وأعطى كله لله فذاب الناس فيه. الحسين عليه السلام بحث عن سلام البطولة ولم يبحث عن بطولة السلام. هناك فرق بين المصطلحين. الذي يبحث عن سلام البطولة يصل للبطولة عبر الرفق واللين وعدم سفك الدماء، ولا يبحث عن القتل والدمار والإرهاب، وإنما يبحث عن مصلحة الناس. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هكذا هو الحسين عليه السلام. إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. علامات المؤمن خمس. العلامة الأولى صلاة 51. قبل ما ندخل في العلامات هناك فائدتان. الفائدة الأولى، لما يذكر أو تذكر هذه الصفة، صفة المؤمن، فالمعني بها الشيعي والموالي. يعني حتى في الروايات لما الراوي يقال الراوي مؤمن، يعني 12 هكذا. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فائدة لغوية، يعني لما يقول، يعني في اللغة العربية هكذا، علامات المؤمن خمس ولا يقول خمسة، يقولون العدد بخلاف المعدود، العدد بخلاف المعدود. يعني إذا علامات مفردها علامة مؤنث، فالعدد يصير شنو؟ مذكر. علامات المؤمن خمس. لكن لو قلت معالم، معالم مفرده شنو؟ معلم، يعني مذكر، فتقول معالم المؤمن خمسة، صار مؤنث العدد. لما تقول ثلاث نساء أيضا تقول ثلاثة رجال. رأيت 25 امرأة ورأيت 25 رجلا، من باب الفائدة اللغوية، العدد بخلاف المعدود. هكذا صلاة 51. السؤال هنا، هل أن هذه العلامات علامات رئيسية أو فرعية؟ إذا كانت علامات رئيسية، بالنتيجة في الأعم الأغلب من الناس لا يصلون 51 ركعة اليومية، هذا واضح يعني، إلا القليل منهم. فإذا انتفت هذه العلامة، العلامة انتفت ما هي موجودة أساسا، زين، فهل تعتبر هذه الشروط شروط رئيسية أم فرعية؟
يقولون هذه العلامات لابد أن تقترن بالشروط. مثلا من ضمن أعمال البارحة دعاء المشلول. دعاء المشلول هذا علمه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه شابا، وهذا كان عاق لوالديه. إجا الإمام علي سلام الله عليه يعلمه لكي يعلمه شيئا تستنقذه مما هو فيه، فعلمه هذا الدعاء لقضاء الحوائج المتعسرة. هذا الشاب كان عاقا لوالده، إذا واحد صلى 51 ركعة وكان عاقا لوالده ينتفع بالصلاة؟ لا، ما ينتفع أبدا. يعني قبل فترة واحد يقول أنه أنا ما مات أبويا إجيت وتبولت على قبر، إلى هذا الحد تبولت على قبر. زين، إذا كان عاقا لوالديه ولو بشطر كلمة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان بهذه القرينة فالصلاة ما تنفع النتيجة. ونعاق لوالديه صلاة 51 يمكن أنه نوافل الظهرين 16 ركعة الواحد صعب عليه، وفي الغالب يكون في العمل في الوظيفة، لكن الإنسان يعود نفسه أن يعمل أو يقوم بباقي النوافل. شقد تأخذ بقت من الإنسان؟ وقت قليل. يعني حتى صلاة الليل إذا صلاها الإنسان شقد تأخذ من عنده؟ نصف ساعة. إذا الحالة الوسط نصف ساعة. فبالنتيجة هذه المستحبات يقترب من خلالها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. بعدين المستحبات ترفع الرين والغشاوة عن الإنسان، عن قلب الإنسان، يصير في غفلة وما يدري عن نفسه، يعيش حالة من البعد عن الله سبحانه وتعالى. هاي المستحبات، هذه النوافل تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتعيده إلى موضعه الصحيح. فصلاة 51، الكلام في زيارة الأربعين. أولاً بالنسبة للميت، ليش أنه تقام له فاتحة 3 أيام؟ وهل أنه ينتفع؟ وما دور هذه الروح؟ أنا قرأت في الكتب من خلال النت طبعاً أن هذه الروح بعد أن تقبض تبقى في جسم الإنسان 3 أيام، جسم الميت 3 أيام، وتشعر بكل ما حولها. بعد 3 أيام ترتفع هذه الروح إلى بارئها، وفي يوم 40 تعاد الروح مرة أخرى للجسد، هكذا كما في الأخبار. لهذا الميت يشعر ولا زال يشعر. زين، يشعر بمن حضر التغسيل والدفن والتشييع والفاتحة، يشوف أهله أقرباءه أصدقائه جماعته. في ملاحظة، يعني شوف بعض المناطق لما تدخل تواسي أهل الفقيد، تشوف أن أهل الفقيد نصفهم 3/4 واقفين عند الباب برا الماتم، وفقط عدد قليل من أهل الفقيد موجودون وين؟ بالماتم، يتخلف على من؟ زين، وكأنما هناك عدم اكتراث في الأمر، عدم اكتراث، لازم يكونون موجودين وأيضا يظهرون الحزن على هذا الفقيد، خاصة إذا واحد أبوه أو أمه أو عمه أو خاله أو خالته، يبين أنه هناك حزن ومواساة موجودة أساسا. الشيء الآخر، في أيام الفاتحة الأيام الثلاثة ما عندنا روايات
تؤكد أو تصرح بالوليمة أو الوجبة في الأيام الثلاثة. ماكو روايات، إنما هذه عادة مشت من أيام القديم. زين، إذا واحد من باب الكرم، من باب توجيب الناس وحسن الضيافة من هالباب زين، لكن من باب أنها سنة فليست هناك روايات في هذا المجال. وانتوا ابحثوا واسألوا أيضا، ما في روايات. تشوف بعض الناس وكأنما هي السنة، إذا ما يسوي البعض من أهله ومن جماعته يجي ينتقده، يعني خاصة هذا كبير العائلة المسؤول على هذه الوجبة وضيافة الناس، يجون يلومون ليش ما سويت كذا والجماعة جايين، وهي طبعا عادة وسنة موجودة من قبل. ما موجود أساسا، لو واحد ما سوى لا يلام على ذلك. زين، الشيء الآخر أنه هل ينتفع الميت من الدعاء والصلاة والقرآن؟ احنا عندنا في عقيدتنا الشيعة الإمامية هذا واضح، عند الوهابية لا طبعا هذا حرام ما يجوز. الشيخ محمد متولي الشعراوي سنة 1419 هجرية سألوه هذا السؤال في إحدى المجلات، وأنا قرأته في إحدى المجلات، هل أن الميت ينتفع من الدعاء والصلاة والقرآن؟ فقال، وهي الرواية موجودة عندنا أيضا في كتبنا، قال: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نادى أو خاطب قتلى بدر من المشركين فقال: يا أمية بن خلف بأسمائهم، ويا فلان ويا فلان ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: كيف تخاطبهم يا رسول الله وقد جيفوا، أصبحوا جيف؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: والله ما أنتم بأسمع منهم، ما أنتم بأسمع منهم. يقول: إذا مات الميت فأكثروا له من الدعاء والصدقة، من الدعاء والصدقة. هؤلاء الموتى يجون كل ليلة الجمعة إلى بيوتي إلى منازل أهاليهم، هل من صدقة هل من طعام؟ يحتاجون إلى أنس الأحياء، والإنسان ما يهجر القبور. شوف بعض الشباب، بعض الناس، واحد من أهله متوفى صار له فترة، تقول له روح زور فلان هذا من أهلك، يقول له مو واجب، هذا مو واجب علي أسوي، أنا أقرأ فاتحة من بعيد وكفى خلاص. يعني زين، أنت يعني إذا أنت فاضي وما عندك شغل أساسا وأنت قاعد بمكان مضيع وقتك، روح المقبرة. المقبرة مو فقط للفاتحة، فيها تأسي أيضا، فيها عبرة. إنسان إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لما كنا في عند الحمزة، واحد من هؤلاء الموجودين الوهابية عند القبر، شي يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، وما أنت بمسمع من في القبور. يقول هذا مات خلاص. فذكرت له الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما تقول في هذه الآية؟ وطبعا قام يعني بالصراخ وكذا وما عنده جواب، يروح من طريق آخر وهكذا. زين، فهؤلاء الأموات يحتاجون إلى أنس الأحياء، أنس الأحياء. فالإنسان لازم يعني مستحب له أن يكثر من الدعاء والصدقة للموتى منه. بعد أن يقرأ هذا الدعاء في كل صلاة، يعني مستحب تذكير: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين،
اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغنا من الفقر، انك على كل شيء قدير. ويذكر الموتى ويدعو لهم، يقرأ الفاتحة والقرآن، هكذا ينتفعون. بالنتيجة أنه الإنسان هكذا. زيارة الأربعين، لماذا زيارة الأربعين؟ هل أنه السؤال هكذا، هل أن الأربعين، أربعين الحسين سلام الله عليه، حدثت بعد واقعة عاشوراء بأربعين يوم؟ احنا عندنا واضح لا شك ولا ريب، لكن للمشككين في ذلك، لأن بعض الكتب تبدأ توضع شبهات وإشكالات وكذا، حتى من باب خالف تعرف، واحد يخالف شيء معين، حقيقة معينة، شيء واضح للناس للعيان، أدلة على ذلك، حتى الناس التفتون إليه، توجه الأعين إليه. نقول يعني أولا المسافة من كربلاء للكوفة قطعوها السبايا في 20 يوم، يعني من يوم الحادي عشر إلى الأول أو الثاني من صفر، يعني تقريبا 20 يوم. وهي طبعا على أساس أن المسير كان بطيئا، في توقف كثير في هذا المسير، وإلا يكون أقل من ذلك. احسب المسافة من الكوفة للشام تقريبا نصف المسافة، وأيضا من الشام إلى كربلاء نصف المسافة، فبالتالي 40 يوم هي بالتمام والكمال. زيارة الأربعين، الشيخ الوحيد آية الله العظمى، الشيخ الوحيد الأصفهاني، زين، المرجع مرجع في زمان الآن موجود، حفظه الله، طلع بيان بمناسبة 40، يقول: أتعرفون إلى أين يذهبون الزائرون؟ وين رايحين؟ إنهم يذهبون إلى عرش الله سبحانه وتعالى، إلى عرش الله، بدليل قول الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه، هكذا. ثم يقول: إذا رجعتم، يخاطب الزوار، إذا رجعتم إلى بلدانكم فاختموا القرآن في كل شهر مرة، وفي شهر رمضان 3 مرات، واهدوا ثواب هاي الختمات كلها إلى الأئمة أو المعصومين 14، فإنكم تحشرون معهم يوم القيامة، هكذا كما في بيان هذا المرجع الكبير. أيضا 40، تلاحظوا فقط هذه إشارة سريعة، امرأة أمريكية سمعتها من أحد العلماء لما كان في الغرب، في أمريكا أثناء التبليغ، امرأة أمريكية تعمل في مركز إسلامي شيعي وهي بخير، وأيضا عندها شهادات، وزوجها ضابط كبير في الجيش الأمريكي أيام احتلال العراق. إجوا سألوها: أنت بهذه الآن المكانة مادية والشهادات وكذا، ليش تعملين في هذا المكان؟ تنظفين الحمامات وتكنسين وكذا، ليش؟ فذكرت لهم هذه الواقعة اللي صارت إليها. تقول: أنا متزوجة من ضابط أمريكي، وضابط كبير، فأنجبنا طفلا ولدا، بعدين سنوات ما صار إنجاب، أخذنا فحوصات تبين أن أنا ما في، خلاص ما في نسل، إنجاب ما موجود، فقرر زوجي أن يطلقني طلاق،
لكن أنا أحب زوجي أحب أسرتي، فما أحببت أن أخرب هذه العلاقة وأهدم هذه الأسرة. حاولت بشتى الطرق أن أحافظ على هذه العلاقة وأبحث يعني عن طبيب مستشفى كذا بطريقة أو بأخرى حتى أحصل على ولد أو بنت. تقول هي تقول ذهبت إلى العراق لأزور زوجي زين، وكان بعد سقوط صدام رحمه الله عليه بعد السقوط. تقول فذاك اليوم شفت عالم ملايين رايحين لمكان، يعني يوم الأربعين ذاهبين لمكان، سألتهم إلى أين وين رايحين، فقالوا للحسين. ومن هو الحسين؟ أخبروها. هي صورت أن الحسين يعني واحد موجود حي يرزق وسيد أو شيخ أو ملك أو رئيس أو كذا، وبالفعل حسين هو ملك القلوب، ملك الملوك، سيد السادات، هذا واقع. ولكن هي في تصورها تقول تصورت أنه موجود والناس رايحين إلى لقضاء حوائجهم يطلبون الحاجة من عنده، فقلت لهم أروح إياكم، فقالوا لي تفضل. رح يقول لما وصلت إلى المشهد، طبعا ما قبلوا يدخلوني باعتبار أني أنا شعري طالع وكذا، فخلوا علي حجاب أو خلقة، ودخلت إلى داخل الضريح داخل المشهد، وصلت للضريح وإذا أشوف العالم كل ينادي وحسينا وسيده وإماما، وبانكسار وفي بكاء. يقول هنا أنا بعد زين توجهت للحسين، يا حسين أنا عندي حاجة والأسرة راح تتفكك، أريد ولد أريد أولاد. بمجرد أن رجعت إلى بلدي بعد فترة من المواقعة وإذا بي أنا حامل. تقول أنا من ذاك اليوم لم أوفي حق الحسين ولن أوفي حق الحسين سلام الله عليه. هكذا الحسين يصنع في النفوس في الناس، يغير أمة بكاملها. أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذوبان في الحسين مو من فراغ، لأن الحسين ثبت على المبادئ والقيم وما تنازل للظالم وللطاغوت، وإنما بقي مرابطا في سبيل الله، أعطى كله لله فأعطاه الله كل شيء. وهذا الحسين شوف من الروايات العجيبة أن الأنبياء والملائكة يستأذنون يطلبون الإذن من الله ليزوروا الحسين عليه السلام. هكذا هو الحسين، لكن من زار الحسين عارفا. ليش التفاوت في الأجر؟ من زار الحسين عليه السلام فله 1000 حسنة، أو له حجة، أو له عمرة، أو 1000 حجة 1000 عمرة. الروايات متفاوتة، يكون عارفا بحقه يعني ملتزما بخط الحسين عليه السلام قولا وعملا، مو فقط شعارات. الشعارات لا تكفي، وإنما تحتاج إلى شعور وإلى تطبيق. يقول إمامنا الباقر عليه السلام: من زار الحسين عارفا بحقه فله ثواب 1000 1000 حجة و1000 1000 عمرة و1000 1000 غزوة، كمن حج أو اعتمر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا هو الحسين سلام الله عليه، يصنع في النفوس هكذا بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. وكثير من القضايا الآن في بغداد، أطلع على الفضائية جماعة جايين من إحدى المناطق، يبين عليهم أنهم غير مسلمين، سألوهم ليش جايين كربلاء وأنتم مو مسلمين، ف
فقالوا العام الماضي إجا واحد من جماعتنا إلى كربلاء للحسين عليه السلام، وهذا رجع بقضاء حوائجه وحصل على روحانية وكذا، والآن إحنا على أثر على أثره جئنا إلى كربلاء. أيضا شوفوا مسيح من جميع الأطياف، جميع الديانات، ومن كل أقطار العالم يقصدون الحسين عليه السلام. وين الفضائيات الأخرى؟ شوف واحد في فضائية ما له قيمة، وإنما يملك جاه، يملك ملك، تشوف الكاميرات والناس وراء وكذا، بينما الحسين هذا 20 مليون، هذه 20 مليونا في كربلاء ويعطون ظهورهم للحسين عليه السلام. أليس هو ابن بنت رسول الله؟ الحسين ابن من؟ حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. من هو الحسين؟ لكن مع الأسف هكذا هي الأحقاد، القلوب المريضة، القلوب التي لا تريد الهداية والصلاح، بقيت على شركها وعلى وثنيتها. ذولا لما نقول وثنيين يعني يعبدون الصنم، يعبدون الإنسان، وليس عبادتهم خالصة لله سبحانه وتعالى. لذلك نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقينا على هذا الخط، وأن يجعلنا من زوار الحسين عليه السلام. يا زوار الشهيد اليوم بلغوا مني رسالة، أمان من توصلونه صب دموع هماله، وذكروا من وقع ضامي، من وقع ضامي أداس الشمر بن عاله، وخيل داست الصدره داست صدري والله ناك أبا عبد الله. ومن توصل لأبو فاضل أريدك تلطم الخدين، واذكر مصرع والجفوف والسهم النبت في العين، واذكر يوم جال حسين وشاف مقطع الشفين. أبو فاضل، الركب الحسيني وصل إلى مفترق طرق، طريق يؤدي إلى أرض كربلاء، والطريق يؤدي إلى أرض المدينة. إجا الحادي وسأل الإمام السجان سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، هذا طريق يؤدي إلى كربلاء والطريق يؤدي إلى أرض المدينة. قال: دعني أسأل عمتي زينب. إجا وسأل عمته زينب. زينب لما سمعت باسم كربلاء نادت: قل للحادي يعرج بنا على مصارع القتلى، والله قولوا لحادينا يمر بالغاضرية نسلم على الوالي وننصب له عزية. قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغى نزور حسين ونشوف اندفن وين، والله لروي قبر اخويا بدمعة العين، ويا ليت فوق القبر تحضرني المنية. نادى العليل ومدمع بالخد مذروف: اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف، مر وبعماتي وخواتي برض الطفوف. قال له: فلعصي لك امر يا ابن الشفية، عرج على قبر الشهيد وصار لنياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طه، وزينب تنادي: آه يا عز قضى وراح. خرت على قبره ويتاماها السويه،
وناب انت قوم وناب توقع والدمع سيل يجري على خدها وبس الصيح بالويل وهوت على قبره وبقت لترابه تهيل وتصيح شوف باب قبر حسين لي وظلت تنادي يا يتامى ويا نساء وين هيل وتراب القبر بدخل بنظر حسين وبنظر تشفن لو بقايا من غير تجفين وبدخل مع ولا ريد هالدنيا الدنية أول من زار الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري ذهب إلى شط الفرات واغتسل واعتزر بإزار وارتدى بآخر ثم لبس الجديد من الثياب وضع على بدنه صر من السعد وقال لعطية العوفي إذا وصلت إلى قبر الحسين فألمسني فقال له عطية سيدي ومولاي وكيف تعرف الحسين بين هذه الأجساد فقال أعرفه من رائحتين رحم الله من نادى وحسينا وسيدا يا آية آية لما وصل جابر إلى القبر خر مغشيا عليه أفاق من غشوة نادى ثلاثا حبيبي حسين حبيبي حسين حبيبي حسين حبيب لا يجيب حبيبه وأنا لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك ورأسك فأشهد أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن حليف التقى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا فسلام الله عليك ورضوانه ثم التفت حول القبر إلى الأجساد نادى السلام عليكم أيتها الأجساد أو الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحلي بينما هما على تلك الحالة وإذا بعطية العوفي ينادي سيدي ومولاي أرى سوادا قادمة من جهة الشام فقال له جابر انظر ودقق وإذا كان فإن كان من جيش ابن زياد لعلنا نختبئ وإن كان سيدي ومولاي علي بن الحسين زين العابدين فأنت حر لوجه الله وبأسرع ما عاد عطية العوفي وهو ينادي يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله
هذا مولاي علي بن الحسين السجان قد جاء مع عماتي وأخواته ليجددوا العهد بالحسين. انهض يا جابر وصل السجاد مكسور جسم نحيل مدمع بالخد منثور. بالعجل قوم استقبلوا شيخ العشيرة ويا اليتامى جايب الذل والكسيرة. من بيت ابو طالب ترى ما ظل غيره قام بعجل جابر وقلبه بنار مسعود. تجري دموع فوق خده وينادي وينك يا شبل حسين يا مهجة الهادي. ما ظنتي بقى وعليكم هالأعادي. مولاي خبرني اش جرى بأيام عاشر. قال أنت جابر؟ قال أنا. قال بلى. قال يا جابر ها هنا قتلت شبابنا، ها هنا سبيت نساؤنا، يا ها هنا احرقت خيامنا، يا ها هنا قتل أبي الحسين. يا جابر ها هنا صعد شمر على صدر أبي الحسين وحسينا وإماما. الزفر أبو محمد، الزفر أبو محمد وقلب دمع همال. اسكت يا جابر لا تسايل عنها الأحوال. كم شاب ظل مغسل بدمه ولا انشال مثل البدر خده على التربان معفون. والله يا جابر لو شفت صاحب الصولات، والله يا جابر لو شفت صاحب الصلات مفضوخ راسه طايح بجانب المسنان. والله جود على كتافه ضام الحشا مات. والطفل يا جابر نظرت بسهم منحور. والله لو شفت شبه المصطفى لمدللينا جابها ابو حسين جسمه مقطعين. وجاسم يا جابر ذوب حشان ابونينا غابت بطفيل غاضرية ذيك البدون. لكن يا جابر المصيبة العظمى ومصيبة حسين الذي هدت أركاني بس وقع عن مهرى الهضم والضم جاني. أنا بعيني نظرت حزنا حربن الزواني حزة وكريمة وخيلهم خيلهم غارت للخدوم. والله ذيك الخيام كلها يا جابر فردوا، ذيك الخيام كلها يا جابر فرهدوها، وذيك الحراير واليتامى روعوها، وذيك العزيزة اللي نشت بظلال أبوها زينب، وذيك العزيزة اللي نشت بظلال أبوها بعد الخدر والصون تتودع لكم.
والله تكسر الخاطر عمتي يوم دخلوها بمجلس وهي متحيرة بيتام أخوها ما خاف ومن الله بمجلس وقفوها يا ظليت هكمها الرجس شراب لخمون أما زينب فألقت بنفسها على جسد الحسين شو تقول له؟ تقول له أبو علي أبو علي والله جينا وعلى قبرك قعدنا والله جينا وعلى قبرك قعدنا يا نخناك يا عزنا وضمدنا هاي المحامل قوم ردنا لأرض المدينة الوطن جدنا ما هي مناسبة الغربة تردنا أبو علي أبو علي تقل أنا جيتك وجبت الراس وياي أنا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت بي السلواي والله خويا خويا ما كانت على البال أطب بمجلسة وبزنودي لحبايا يا 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 الراسك بالطشت وتشوف العيال وبيد السايط ويوسم المبسم أويلي أويلي الحسين لسان حال الحسين يقلها خويا زينب أنا أشوف كل النساء كل الأطفال لكن طفلة ما أشوفها وين رقية لقد ماتت في الخربة على رأسك الشريف أنا أم الخيدر زينب وأنا أصبح حيت مفجوع أنا أم الخيدر زينب وأنا أصبح أنا الشاهد تشفين للعباس مقطوع وانا نشف الجسم حسين من امراض ضلوعه وانا نشف الجسم حسين من امراض ضلوع انا ام الخدور زينب وانا اللي فاجعني البن انا اللي محير بدنيا وانا اللي شفت طشتين كبد الحسن في واحد واحد براس واحد والله وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون وراس حسين سمحوا لي تراه مكسره
يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها الله لله هل واريتموها في الثرى وهل استقرت في اللحود رمامها لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل عزاءنا شاف مرضانا فك أسرانا ارجع مسافرين إلى أوطانهم سالمين غانمين احفظ زوار الحسين عليه السلام وتقبل منهم زيارتهم وارجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك وإلى جميع أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.